مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أخبار حضرموت لهذا اليوم، والبداية مع العناوين. محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا. اللواء بن بريك يؤكد على ضرورة استكمال مشروع مركز الأمير سلطان للأورام. توزيع الحقيبة المدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة المكلا. مناقشة أوضاع السجناء بمديريات ساحل حضرموت. مواطنو وادي وصحراء حضرموت يتخوفون من تأخير مرتباتهم. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. ترأس محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك اليوم بالمكلا، ترأس اجتماعا موسعا مع قيادة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع الصحية والفنية المتعلقة بالمستشفى. وفي الاجتماع تم استعراض الجوانب الخاصة بعمل إدارة المستشفى وكيفية وضع المعالجات العاجلة للنهوض بها ووضع اللوائح والقوانين الصحيحة للرقي بهذا الصرح الطبي الكبير ليلبي كافة احتياجات المواطنين والمرضى. وأكد المحافظ بن بريك اهتمام قيادة المحافظة في توفير الاحتياجات الخدمية بصورة عاجلة وسريعة، وفي مقدمتها الخدمات الصحية حسب الإمكانات المتاحة، منوها بضرورة التزام الكوادر الصحية والطبية بجانب النظافة، والذي يشكل عنصرا مهما للاستنهاض بالتنمية الصحية نحو الأفضل. واستمع محافظ حضرموت من مدير عام مستشفى المكلا للأمومة والطفولة إلى شرح مفصل عن سير عمل الكادر الطبي والفني والإداري وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بإمكانات بسيطة، داعيا قيادة السلطة متمثلة باللواء بن بريك بسرعة وضع الحلول السريعة لإنقاذ هذا الصرح الطبي وتوفير كافة المستلزمات الطبية والصحية، داعيا قيادة المحافظة النظر للكادر الطبي العامل بالأجر اليومي والعمل على وضع الآليات الجديدة لتحسين دخلهم. من جانبه قدم نائب المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت عددا من التصورات والخطط المتعلقة بكيفية العمل على تأهيل مبنى مستشفى المكلا للأمومة والطفولة. ناقشنا كثير من القضايا التي تخص قطاع الصحة وبالتحديد ومن ضمن أولوياتها أوضاع مستشفى المكلا للأمومة والطفولة، وقد وجه الأخ المحافظ بمعالجة الكثير من القضايا فيما يخص المتعاقدين وكذلك أوضاع المستشفى فيما يخص النظافة وكذلك التغذية. كلف مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بوضع خطط عاجلة لاستيعاب ما ذكره في نقاطه، وهي موضوع الأجر اليومي والمتعاقدين وكذلك النظافة في بقية مستشفيات والمراكز الصحية في إطار محافظة حضرموت. لا شك أن في المكتب سنعكف مع المختصين لإيجاد هذه الخطط وبالتالي تقديمها للمحافظ لنرى الشيء طيب يبشر أهلنا في حضرموت ونستطيع من خلاله تقديم خدمات أفضل في قطاع الصحي. أشاد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك اليوم بالدور السامي والنبيل الذي تقوم به مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، مبينا خلال لقائه اليوم بالمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور وليد البطاطي إلى تعاون قيادة السلطة واهتمامها الجلي في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات الخاصة بالأعمال الخيرية التي تقدمها المؤسسة للمرضى. كما أكد اللواء الركن بن بريك على ضرورة استكمال وإحياء مشروع الأمير سلطان للأورام السرطانية والعمل على الانتهاء من كافة الإجراءات والمتابعات الحثيثة للجهات الخاصة بالمشروع حتى يكون رافدا مهما لعلاج أمراض أورام السرطان المختلفة بأحدث الإمكانيات الطبية. واستمع اللواء بن بريك من المدير التنفيذي عن مجمل الأنشطة والفعاليات المتعلقة بفعاليات الشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي بدأت فعالياته مطلع الأسبوع الحالي. تم شرح له كافة الفعاليات التي سوف تنفذها المؤسسة على مستوى العاصمة المكلا وجميع مدن ساحل حضرموت وواديها، وتم أيضا شرح المشاريع المستقبلية للمؤسسة، وأيضا حث السلطة المحلية على المساهمة في هذه الفعاليات من خلال التدشين الرسمي لها. وأيضا تم استعراض
ما تشهده هذه المؤسسة من ضعف في الميزانيات وصعوبة في التحويلات المالية من بعض رجال الأعمال والخير. لذلك فتبنى الميزانية المؤسسة لمدة 3 أشهر اللي هي أكتوبر نوفمبر ديسمبر مشكورا وجزاه الله خير، حرصا منه على استمرار المؤسسة واستمرار مركز الأورام على الخدمات التي يقدمها لمرضى السرطان في هذه المحافظة والمحافظات المجاورة. قام مدير عام مديرية المكلة الدكتور عبد الباقي الحوثري اليوم بالمكلة بتوزيع الحقيبة المدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وفي التدشين الذي حضره مستشار محافظ حضرموت لشؤون مديريات الساحل الشيخ عمر الحيقي والأستاذ عبود بن عبود الشيخ مدير مكتب التربية بالمكلة، قال مشرف المشاريع بالهلال الأحمر الإماراتي شوقي التميمي أن هذه الشريحة من المجتمع يجب الاهتمام بهم وتقديم الدعم الخاص لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وأمالهم المستقبلية. من جانبهم عبر الطلاب المستفيدون عن ارتياحهم بهذه الزيارة من السلطة المحلية وتقديم الحقائب المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. ندشن توزيع الحقائب والمستلزمات والمساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي. نبدأ اليوم بجمعية ومدرسة الضياء للمكفوفين، وهذا طبعا أول التدشين، ولنا مدارس أخرى إن شاء الله سوف نقوم بالتوزيع فيها. ندشن اليوم بهدية من الهلال الأحمر وبرعاية كريمة من الأخ المحافظ محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك. ندشن الحقيبة المدرسية المقدمة من الهلال الأحمر للطلاب المحتاجين ومساعدات هامة بالنسبة للطلاب للدفع بالعملية التعليمية. اللهم أصلح تقبل صالح الأعمال، واللهم أبقيهم على حالتهم، واللهم أفتح عليهم كما أعطونا وكما أهدونا حقائب مدرسية، وإن شاء الله أتمنى لهم أن يكون لهم ذرية صالحة. وفي المكلة أيضا عقد اجتماع ضم رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي سالم يسلم عبدون ونائب مدير أمن حضرموت العقيد ركن شيخ مصطفى الحامد والعقيد حسن باعلوي مدير فرع مصلحة التأهيل والإصلاح. تم في الاجتماع مناقشة وضع النزلاء في سجن مديرية المكلة من حيث سرعة البت في القضايا التي تمت إدانتهم بها، كما ناقش الاجتماع وضع نزلاء السجون في مختلف مديريات ساحل حضرموت وضرورة بدء استلام الملفات الجاهزة وإحالتها لجهات الاختصاص للبت فيها وسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بهم. من جهته أعرب نائب مدير أمن حضرموت الساحل عن ارتياحه الشديد لما لمسه من رئيس نيابة الاستئناف بسرعة التجاوب والتوجيه بالبدء في تسريع إجراءات المساجين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قضاياهم التي أدينوا بها. طبعاً نحن بتكليف من سيادة المدير العام العميد أحمد عمر باجوه نزلنا اليوم إلى نيابة الاستئناف لمناقشة وضع المسجونين، وكان تجاوبهم معنا تجاوب طيب لحلول مشاكلهم ولحل معضلة بقائهم عندنا لفترات قد تتجاوز مدة محكوميتهم. وسيادة القاضي سالم عبدون يعني كان متعاون معانا وكان وجه سرعة البث في قضايا هؤلاء المساجين، وإن شاء الله برضو نفس الكلام بالنسبة للمساجين اللي في المديريات وفي المراكز، أبدأ استعدادهم لاستلام الملفات الجاهزة، ونحن في صدد هذه الأمور على أساس أن نحن نحل مشاكل الناس ونحل مشاكل المسجونين ولا تكون في مظالم لا أحد، وبالتعاون مع جميع أجهزة القضاء والنيابة وكذلك بالإشراف المباشر من سيادة العميد أحمد عمر باجوه المدير العام بشرطة وأمن ساحل حضرموت.
وإلى وادي حضرموت، حيث أثارت عملية تأخير صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والمتقاعدين في وادي وصحراء حضرموت أثارت خوفاً وقلقاً في أوساط الموظفين بعد تأخر صرف مرتباتهم لشهر سبتمبر الماضي 10 أيام. ويواجه الموظفين مشاكل اقتصادية لعدم قدرتهم على مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية، خصوصا أن غالبية موظفي قطاعات الصحة والتربية والمتقاعدين ممن لا تتوفر لديهم مصادر دخل أخرى لمواجهة تكاليف متطلباتهم اليومية. وطالب الموظفين السلطات المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ أحمد سعيد بن بريك ووكيل شؤون مديريات الوادي والصحراء بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة. مرتبات تأخرت علينا ولم حلنا شيء، والحمد لله. إيش بقول؟ إحنا في بداخل بريد سيول لطلب المعاش، كوننا معتمدين على المعاش ولنا أسرة وعلينا التزامات، وإلى حد اليوم تاريخ 15 لم نستلم أي مبلغ ولم يوجد مبالغ داخل البريد. ماشي مرتب. سبب تحويل مرتبات من البريد إلى العمقي أو البوسيري، فهذا السبب عدم توفر السيولة في النقد في النقدية في البنك المركزي. واتفاق مع المدير المالية ومدير والوكيل المحافظة إنه تحويل المرتبات لفترة مؤقتة لكون العمقي يمتلك سيولة نقدية، وباقي الإدارات عندنا فترة مؤقتة. عسنا في خطابهم لنا يكون شهرين فقط أو شهر أو شهرين، ولكن استمرت فترة عدة شهور. أما تأخير هذا فهذا يرجع لترتيب أموره العمقية وبسيري. أما البريد يعني مرتب أموره شهريا، أول ما توصل الشيكات تروح للبنك المركزي ويأخذ الشعار ويصرف على طول مرتبات أولا بأول. وفي وادي حضرموت أيضا، حيث مرت 4 سنوات على إغلاق متحف قصر سيئون، أكبر قصر طيني بالعالم نتيجة الأحداث التي شهدتها حضرموت واتساع دائرة الانفلات الأمني التي رافقتها أعمال سلب ونهب. ويعد قصر سيئون أفضل ثاني متحف في البلاد نظرا لما يحتويه من آثار تعود إلى أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد، وقطع أخرى معروضة فيه حسب تسلسل العصور والحقب التاريخية التي مرت بها حضرموت. ويتساءل العديد من الزوار المحليين الذين قدموا من مختلف مناطق البلاد للاطلاع على عبق التاريخ، يتساءلون عن أسباب استمرار إغلاق هذا المتحف الوحيد في المنطقة، خصوصا في ظل عودة عمل الأجهزة الأمنية بالمحافظة. قصر سيئون متحف كبير في الوادي، ونتساءل لماذا مغلق هذا القصر لفترة طويلة؟ عندنا زوار وعندنا ناس يبغون يشوفون يطلعون على الآثار، لماذا مغلق هذه الفترة؟ زرنا قصر سيئون من الآثار السياحية، لقينا القصر مغلق يعني مدمر بشكل دمار شامل، لا يوجد سياحة، لا يوجد ثقافة، لا يوجد منشأ حضاري للتطوير البرنامج السياحي، يعني أصبح كل شيء مهمل من الجانب من الطرف السياحي. لكن إن شاء الله نزوركم الزيارة القادمة وكل شيء يكون متحسن في أحسن حال. قلصنا نشاط المتحف وجعلنا الزيارات محدودة جدا، فنستقبل فقط الزيارات التي يتم ترتيبها مسبقا كطلاب المدارس والجمعيات والمنظمات الأهلية مثل الأندية والأنشطة الثقافية المرتبة في شكل مجموعات. واقتصر نشاطنا في الوقت الراهن على أعمال التوثيق وإعادة ترتيب المتحف لاستقبال مرحلة قادمة عندما نضمن الحماية الأمنية الكافية. وبهذا الخبر نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام أخبار حضرموت لهذا اليوم. في أمان الله.